للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية ورئيس تحرير صحيفة الرؤية. بعد التحية أستاذ محمد، طبعا هناك الكثير من الأدلة والشواهد التي لا حصر لها حول تورط النظام القطري في دعم الحركات الإرهابية وحياكة المؤامرات ضد الأشقاء، كيف تقرأ ذلك؟ نعم، مساء الخير. أولا أعتقد اليوم قطر في وضع مكشوف جدا أمام العالم وأمام دول المنطقة كذلك بالتحديد. نعم. ودعم قطر للإرهاب لم يعد يعني كلام مرسل يقال أو اتهام بدون دليل. يعني اليوم يمكن في قطر توي تقريبا أكثر من 80 مطلوب بتهمة الإرهاب، وكذلك هي ما زالت تدعم الكيانات والمنظمات التي تدعم الإرهاب، ربما هناك أسماء كثيرة معروفة وهي مدعومة من قطر. لذلك قطر حاولت ربما في الفترة الأخيرة أن تدخل في مسألة مكافحة الإرهاب ووقعت بروتوكول كذلك مع الأمم المتحدة، لكنها حتى اليوم وللأسف الشديد ما زالت تدعم تلك الأسماء الإرهابية وتلك الكيانات التي تنشر الإرهاب في المنطقة وفي العالم. نعم الأستاذ محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية ورئيس تحرير صحيفة الرؤية، شكرا جزيلا لك.